جئت دون الحسين. أين تركت الحسين؟ وكيف تركته؟ على الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله ما بقيت، وبقي الليل والنهار. أظنك زينب ابنة علي. من هذا؟ ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ ما شفيت غليل حقدك بعد؟ إنه علي بن الحسين، الحسين الذي دعوتموه ثم خذلتموه. ظننت أننا لم نبق إلا على الأطفال والنساء. هذا ما استبقاه الله من ذرية الحسين. أتريد قتله أيضاً؟
لما بقي حيا؟ أظن أنه جبن عن القتال. ليس من عادة أحفاد محمد وعلي أن يجبن، إنما الجبناء من خشوا حساب السلطان ونسوا حساب رب الأكوان. ويحكم ويحكم يا أبناء علي، لا تكسر لكم شوكة ولا يفت لكم عضد. لا أبقاني الله إن أبقيته. على رسلك يا شمر، وبك جرأة على قتل العليلين والمرضى. دعيني وإلى خدمتك. هيا يفعل، فيعلم المسلمون أن يزيد قد جند الجند وجيش الجيوش للنيل من امرأة ذنبها أنها حفيدة محمد الذي نصب يزيد نفسه خليفة له. هيا يفعل، فمثلك لم يرعو عن قتل سبط رسول الله وريحانته، فكيف به وهو أمام امرأة تمنت الموت قبل أن ترى أخاها مذبوحا بسيوف الشر الخلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر، إن الله مع الصابرين. بشر يا حرملة.